بنت اللي فريكات صاخات زود، نرحب بكم. سواحنا اليوم من العراق، ميت أهلا وسهلا الأخ مفيد الحمداني أبو معتز وأبو يوسف وأبو محمد. يا أهلا وسهلا بك، نورتوا أرمينيا والله. الله وجدت النور. أنا بصراحة مرتاح ويا هيك الشباب، هيك طلعة، يعني الشباب جايين حتى يتونسون، جاي لغرض السياحة مو غير جاي. إن شاء الله تستمتعتوا. أنتوا استمتعتوا؟ أنا مستمتع بطلعتي. أكيد أكيد كل طلعة حلوة. شو النزلة يا معتز؟ شوف شوف مرتاح، يعني هاي النزلة خرافية طبعاً، خرافية، هاي أعظم نزلة، قمة الجمال. هذا منتجع صخاتور في أرمينيا، المنتجع الشتوي الوحيد، أو نقول منتجع التزلج على الثلوج. نشاهده الآن السواح بكثرة في فصل الشتاء، طبعا أضعاف هذه العداد اللي نشوفها أضعاف.